تعالوا نروح نشوف هذا الراعي هالقنم، فاين حظه المسكين هذا. تعال تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. قل لي انت ايش تسوين؟ فاين حظك بهالقنم؟ شلون عايش هيجي؟ الحمد لله حالي حال هالمسلمين. يعني انت الحين مسلم؟ نعم اكيد مسلم. زين هالحين اسألك سؤالات، اذا جاوبت وانت مسلم صحيح انطيك الهاتف، واذا ما جاوبت ترى اخذ منك كبش. قبلان بعدين ما فيها ترجيع ابد. هذا كأنه مسيطر حجي، كأنه يريد ياخذ الهاتف. يلا نسألك. اسألك اول شيء، ما دينك؟ امس الاسلام. من ربك؟ الله. ومن نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد. ما كتابك؟ القرآن الكريم. ما قبلتك؟ الكعبة. من أخوانك؟ المسلمين. من خواتك؟ المسلمين. والله راح الهاتف. تعرف أركان الإسلام؟ نعم. أركان الإسلام شكد؟ خمسة. خمسة. أولا الشهادتين. ثانيا الصلاة. ثالثا الزكاة. رابعا الصيام. خامسا حج بيت الله من استطاع اليه سبيل. راح الهاتف. زين اركان الايمان تعرفين؟ نعم. كم ركن؟ ستة. ستة. ايش يقول انت نشوف؟ الايمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والقضاء خيره وشره واليوم الاخر. جزاك الله خير. والله راح الهاتف. اسمع خل نسأله النوبلة يروح الهاتف. زين اخوي تعرف نسب نبيك؟ نعم. من هو؟ هو نبينا الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن مرة بن بن كعب بن لؤي بن بن قالب بن فهر بن بكافي ابن حلال. هذا وصلتني على اسماعيل عليه السلام. زين اسالك انه امه من هي؟ امنه بنت وهب بنت عبد المناف بنت زهره. الله يجزاك بالخير، ضيعنا راح الهاتف. زين اخوي اسالك انه من هم اصحاب المبشرين بالجنه؟ هم عشر. اولا ابو بكر الصديق، ثانيا نيان عمر بن الخطاب، ثالثا عثمان بن عفان، رابعا علي بن ابي طالب، خامسا زبيدة بن العوام، سادسا عبد الرحمن بن عوف، الرابع سابعا سعد بن ابي الوقاص، رابع ثامنا سعد بن زيد، شو اسمه طلحة بن عبد الله، ابو عبيد الجراح. الله يجزاك بالخير. ضيعتني راح الهاتف. اخوي يصير مسادد لا اخذ منك ولا تاخذ مني؟ لا ما يصير. يعني تريد الهاتف؟ لا لا ننوب عن الصلاة عن زين خمس حالات. اسمع 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 ايه؟ الصلوات المفروضة كم صلاة؟ الصلوات المفروضة خمسة. الفجر ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة. جزاك. زين اسالك عن خمس احاديث للرسول عليه الصلاه والسلام، اذا عرفتهن خلصت هالنوبه بالهاتف، ما عرفتهن توافي. نعم. لا عاد اريد شبش، انا اريد شامان هالحين. نعم. قال رسول الله: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا قال واحد قال إيه؟ احل الله لكم الميتتان والدمان. قال يا رسول الله ما الميتتان والدمان؟ قال الميتتان السمك والجراد والدمان أطحال والكبد. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الكذاب عدو الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تكذبون لو حتى كنت مازحا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله خير راح